السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، كيف حالك؟ طيب والحمد لله. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ، احنا هون في استراليا ما عندنا مجازات في القرآن الكريم، اخوات مجازات في القرآن الكريم. الحمد لله. بحثت كثير عن اخت نقدر نقرأ عندها انا وبنتي، ولكن ما قدرنا يعني نلاقي ولا اخت هون مجازة بالقرآن الكريم، فهل يجوز انه نقرأ على شيخ؟ أنت وزوجك معا كلاكما مع بعضكما أثناء القراءة ولا في؟ أنا وبنتي. كم عمرك وكم عمر ابنتك؟ أنا عمري 49 سنة وبنتي 18. والشيخ كم؟ الشيخ عمره تقريبا 55 ولا ما بعرف يعني هيك. لا يا هذا فتنة، هذه فتنة. نعم. الله يبارك فيك. زوجك معك لا بأس، الله يبارك فيك. زوجي معي لا بأس. أي زوجك معك أثناء القراءة لا بأس. طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك والله يكرمك. الله يكرمك.